الدرجتين هوريهم لكم. جبت الدرجتين دول، بصوا جبت الدرجتين دول ماشي. درجة النود هي مش اسمهاش نود، بس هي انا بقول عليها نود، دي اسمها الاقلام دي ميد ان جيرماني على فكرة، دي اسمها كافي كافي كراميل. جبته عشان يعني الالوان دي بتبقى حلوة تعملي بيها كونتور للشفايف. تمام، بصوا انا هوريكم الدرجة على ايدي، بصوا مثلا هنا كده شايفينها، شايفين الدرجة كراميل يعني هي ايه، بصوا درجة الكراميل يعني بني فاتح قوي، حلوة جدا درجته، درجته حلوة جدا. هحاول اوريها لكم، بصوا اهي شايفين كده يا بنات الدرجة واضحة. طب هوريكم الدرجة التانية، الدرجة دي عجبتني قوي اللي هي الكراميل دي، والدرجة دي برضو جميلة قوي هوريها لكم من جوه. لا عاملة لكم ريفيو عنهم على التشانل عندي، بس انا جبت الدرجات اللي هي مش عندي، يعني اللي انا مش عندي الدرجات دي. شايفين الدرجة دي، بصوا هي كده درجتها بالظبط، يعني بصوا تحسوها موف كده موف. بس انا هوريها لكم، بصوا شايفينها الدرجة دي حلوة قوي، درجة تحفة 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 يا بنات. يبقى كده جبت الدرجة دي والدرجة دي، هحط لكم التانية تحتها على طول اهو. بصوا الدرجتين شايفينهم، هقول لكم ارقام الدرجتين. اول واحده قلنا اسمها ايه، كراميل كافي كراميل، تمام. والثانيه اسمها داستي روز، داستي روز رقمها 3737. يبقى داستي روز وكافي كراميل، خلاص.